لنبدأ حيث تفاعل الشارع البريطاني. الزميل المصور لم يتمكن من الوصول إلى المكتب والعمل اليوم لإجراء هذه الرسالة المباشرة بسبب نقص الوقود، عدم تمكنه من ملء سيارته بالوقود للتمكن والذهاب إلى العمل. هذا واحدة يعني مثال على عشرات آلاف المواطنين الذين لم يتمكنوا من قيادة مركباتهم. هناك أزمة خانقة من عملية التوصيل، هناك وقود في بريطانيا ولكن لا يوجد من يوصل من خلال السهاريج أو الشاحنات التي تحمل سهاريج كبيرة لإيصاله لمحطات الوقود. أكثر من 90% من محطات الوقود المنتشرة في المملكة المتحدة تأثرت بذلك. هناك نقص نحو 100,000 سائق شاحنة لم يتمكنوا، أو هناك يعني نقص بالعمالة سائقي الشاحنات، كانت أسباب متعددة من ضمنها تأخر منح الرخص للسائقين الجدد لأكثر من عام ونصف بسبب جائحة كورونا، وأيضا العديد من عشرات آلاف السائقين الأوروبيين غادروا المملكة المتحدة، لم ذاقوا ذرعا بالإجراءات والفحوصات والحجر من خلال الدخول والخروج من المملكة المتحدة. بالنسبة للحكومة البريطانية بوريس جونسون يعني يحاول قدر الإمكان وضع الجيش على أهبة الاستعداد للتدخل في حالات كان تدهورت الأوضاع في عملية توصيل الوقود. شكرا جزيلا لك من لندن مراسلنا جياب أبو صفية، شكرا جزيلا.